سرعته، لكن مش هي دي لعبته، مش هو ده شيكابالا اطلاقا اللي احنا اتكلمنا عليه الفترات اللي فاتت. النهارده مش في فورمته، وده وارد. اي لاعب مبدع ممكن جدا يبقى في مباراه مش بتاعته، وارد جدا جدا جدا. نقلتين ثلاثه لشهاب، شهاب بطن رجله من ناحيه الشمال بكعبه احمد فتحي. ثلاث اربع نقلات جيلبرتو يهدي اللعب النادي الاهلي ويتنقل براحته خالص. ثلاث اربع نقلات يا ولد ياخدها بركات وسام عاشور في اليمين، شريف عبد الفضيل. عندنا خمس دقايق، انتوا عارفين وقت بدل ضايع. بيعد جمهور الاهلي، بيعد النقلات يا ولد. جيلبرتو، بركات، جيلبرتو، ارضيه، شهاب او احمد فتحي. كل ده نقل للنادي الاهلي، دخله جامده جدا وضربه حره وانذار لشيكابالا. اعتقد اي كلام خالص، يعني ما اعرفش ازاي فرانسيس ده بيلعب في النادي الاهلي، مانيش عارف جه ازاي وفين وليه وكام، اسئله كتيره جدا. جيلبرتو نقله والثانيه وسيطره للنادي الاهلي، ونادي الزمالك رافض الكلام ده لكن مش قادر، لانه بيتقدم وبيفتح مساحات، وده وضع طبيعي جدا. فرانسيس كالعاده